السلام عليكم، هادي رونو اكسبريس. انا نريكم كيفاش تحيدوا هذيك العلامه ديال الفيدونج، هذاك الكليمون الصفر اللي كيطلع، وهذاك الميساج فيه ريفيزيون. الطريقه راه سهله، من هاد ليتوش اللي في الفولون غادي تدخل تورك على ليتوش الكونتاك يكون مشعول، تتلقى اوتونومي دو ريفيزيون، وغتبقى مورك على واحد لا فليش فيهم، غتبقى مورك ما تحيدش يديك، غيطلع لك هكا فيدونج دون. غادي تحيد صبعك وغادي تعاود تورك نوبة أخرى، وغادي تبقى تسنى، غيبدا كلين يوطي هداك صفر بحال هكا، غتبقى ما تحيدش يديك. بضع ثواني راه غادي تختفي هذيك العلامة الصفراء، وغادي ترجع الفيدونج دون 10000 كيلومتر، دون 10000 كيلومتر. الطريقة راه جد سهلة الإخوان، ما تحتاج منكم لا دياغنوستيك لا والو. ما تنساوش الإعجاب بالفيديو، اشتراك في القناة، والسلام عليكم.